كريم وبنحتفل النهاردة بعيد ميلاد إنيجما العشرين، فهنحتفل وأنا بفتكر بقى اللي حصل وعكشن. أنا عمالة بص على الكوفر ده، كان معمول سنة 2002، الفوتوغرافر كان يوسف نبيل، ويوسف بقى من أشهر المصورين، هو فنانين نقدر نقول عليه كده في العالم. كان أول حاجة عملتها مع ياسمين، فاكرة كنا مصورين الصورة على النيل وفي حاجات جوه في الكوفر، كنت أنا لسه برقص بالي، فدي كانت صورة في الأوبرا اكشلي. بجد من الحاجات اللي أنا بعتز بيها جدا، أنا نفسي بتفرج كده وبفتكر ذكريات كتير حلوة. دي 2007، من الفوتوشوت اللي انا بحبها قوي، يعني عمري ما لبست في حياتي لون موف، بس خدت فضه لبسوني، يعني برضه من احلى فوتوشوتس اللي عملتها الصوره دي. اسر كان لسه، انا اعتقد في الوقت ده قبليها كنا عاملين مع بعض انا واسر فيلم اسمه احنا اتقابلنا قبل كده. انا طبعا عايز المجلات دي. السايد شوت ده سنة 2012. الفوتوشوت ده انا فاكراه كويس قوي، ده برضه من الحاجات الغريبة، يمكن لو طلب مني دلوقتي ما اعملوش بصراحة، ما اعرفش عشان كان صعب قوي. ذكريات حلوة. دي 2014، مش من بعيد قوي يعني، بس انا فاكرة الفوتوشوت ده. دي من الحاجات اللي الفوتوشوت اللي انا بحبها قوي. دي صورة شهيرة. أول مرة كنت عملتها في إنيجما، وبعد كده اتحطت في حاجات كتير قوي، برضه كانت فيها متفضع منها. حلوين بصراحة. دي كان كوفر مش من زمان قوي، كنت لسه مخلصة مسلسل لأعلى سعر مع أحمد فهمي، عاملين كوفر مع بعض. طالع اسمعي سعادة سحر، بصراحة استمتعت جدا. السنة قبل اللي فاتت سنة 2018 برضه نزلنا على الكوفر، بس ده كان من احتفال إنيجما، كنا في لندن واحتفلنا بيها أنا وآسر. واكشلي يعني لسه ما كانش في مشروع بإن احنا هنعمل مسلسل السنة دي، بس احنا عاملين مسلسل السنة دي مع بعض، فده حاجة حلوة متفائلة. أنا استغربت لقيت كل الكاميرات دي محطوطة من سنة 2002 و2004 و2018، ف حاجة حلوة واحد بيتفرج، حتى واحد كان بيعمل ايه سنتها وبعد كده السنة اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، بتتفرج على تاريخك كده غصب عنك، فاهم؟ هابي بيرثداي إنيجما، هابي بيرثداي للسنة العشرين، وعقبال 100 سنة، ويا رب دايما بنحتفل مع بعض ونبقى موجودين مع بعض ودايما نتابع أخبار بعض، ويا رب كل الأخبار تبقى سعيدة. Off the champagne, living my life in the fast lane. But I won't change by the glamorous. Oh, flowers, flowers.